لا كورة لا، لعبت الباسكت. باسكت، وبعد كده كان ليا صديق وابن عمتي كانوا بيلعبوا جودو ورحت اتفرج عليهم، فاللعبة يعني شدتني كده، فرحت بعد منها على طول، رحت العب جودو. بقى البحر اكتر من جودو، وبعد كده بقى الجودو اكتر من البحر، بقى الجودو كل حاجة والبحر ولا حاجة. خلاص بقى يمكن اقعد، ممكن اقعد مثلا سنتين ما نزلتش المية اعوم، لكن الجودو كان واخد كل وقتي وكل حياتي يعني، خصوصا لما دخلت الفريق القومي ولما بقيت واخد 5 عالم، لان انا خدت مراكز عالميه اكتر قبل ما اخد افريقيا وبحر ابيض يعني. كان موجود الاتحاد السكندري وقتها وما شاء الله عنده شعبيه وجماهيريه كبيره في الباسكت، يعني ليه ما اخترتش الباسكت واشمعنى الجودو؟ ما اعرفش، ربنا هو اللي رايد. انت عارف انت الانسان مخير، مش يعني مسير، مش مخير يعني. يعني انا حبيت الجودو وبدات اشتغل فيه، بس بدايتي فيها ما كنتش متوقع ابدا ان انا ممكن اكون اوصل اللي انا وصلت له يعني. هو بدا الواحد يحلم اما بدا يروح بطوله عالم ويشوف النجوم ويشوف الناس اللي بيسمع عنهم وعمره ما شافهم فبتشوفهم، فبدا طب ليه انا ما بقاش زي الناس دول؟ ليه ما يبقاش ليا اسم في الجودو؟ ليه ما يبقاش ليا كان؟ فبدات من هنا تبدا الحلم، بدا يبدا يعني. لكن الباسكت بالنسبه لي انا بحب اتفرج عليه جدا، صحابي اللي في الجيل بتوعي زي مدحت ورده وطارق الصباغ وعصام ابو العينين وعصام مجاد ومحمد مكانه وعمرو ابو الخير، في ناس انا خايف انسى حد، لكن كلهم كانوا صحابي وحبايبي. وحتى كان الفريق القومي كان في ناس كتير قوي من نادي الاهلي ومن نادي الزمالك، كلهم احنا سافرنا مع بعض في يعني لوس انجلوس، كان تقريبا الاوض بتاعه الباسكت كان جنبي مني، وكنا على طول بنتقابل. هنتكلم طبعا عن فتره الاولمبياد دي كلها بالظبط كده، وفي الدورات كان كلنا مع بعض يعني. طب بعد ما قررت رحت الاول اتفرجت على لعبه الجودو مع اصحابك وانت راجع البيت بقى.